عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نعرض لكم في هذا الفيديو الملاعب الستة المستضيفة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022. قبل التعرف على الملاعب، نستعرض أولا المجموعات المشاركة في البطولة والتي تعرف مشاركة 7 منتخبات عربية. المجموعة الأولى تضم كل من صاحب الأرض منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو ومنتخب إثيوبيا ومنتخب الرأس الأخضر. المجموعة الثانية تضم كل من منتخب السنغال ومنتخب زيمبابوي ومنتخب غينيا ومنتخب مالاوي. المجموعة الثالثة تضم كل من منتخب المغرب ومنتخب غانا ومنتخب جزر القمر ومنتخب الجابون. المجموعة الرابعة تضم كل من منتخب نيجيريا ومنتخب مصر ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو. المجموعة الخامسة تضم كل من حامل اللقب منتخب الجزائر ومنتخب السيراليون ومنتخب غينيا الاستوائية ومنتخب ساحل العاج. المجموعة السادسة والأخيرة تضم كل من منتخب تونس ومنتخب مالي ومنتخب موريتانيا ومنتخب غامبيا. ملعب بول بيا يقع المجمع في حي أوليمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ويتسع الملعب ل60,000 متفرج، وقيم الملعب على مساحة 34 هكتار، ويبعد عن وسط المدينة ب 13 كيلومترا، ويعتبر الملعب الأكبر في دولة الكاميرون والتاسع في إفريقيا. وقد أشارت تقارير إلى أن القيمة المالية لبناء الملعب قدرت في البداية بحوالي 163 مليار فرنك كاميروني، وهو ما يعادل 248 مليون يورو، إلا أن فاتورة بناء الملعب ارتفعت إلى أكثر من 330 مليون يورو، وبالتالي سيكون أغلى ملعب تكلفة في القارة الإفريقية. كما يضم المجمع ملعبين للتدريب بسعة 1000 مقعد وصالة للألعاب الرياضية وكرة اليد وكرة السلة والطائرة، إضافة إلى ملعب لكرة المضرب مع مسبح أولمبي وفندق 5 نجوم يحتوي على 70 غرفة ومركز تسوق ومتحف وسينما. سيستضيف الملعب مباريات المجموعة الأولى التي تضم صاحب الأرض منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر، وتشمل كذلك المباراة الافتتاحية والمباراة الختامية، إضافة إلى مباراة بالدور الثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي. ملعب أحمد أهيجو يتسع الملعب 42,500 متفرج. يقع الملعب في العاصمة الكاميرونية ياوندي. يعد الملعب من أعرق ملاعب كرة القدم في دولة الكاميرون، حيث أنشئ الملعب عام 1972، ثم لحقته عملية إعادة تهيئة وتطوير، وتم افتتاحه عام 2016 من أجل استضافة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي كان من المقرر أن تستضيفها الكاميرون قبل أن يتم نقل البطولة إلى مصر. يعد الملعب هو الملعب الرئيسي لفريق كامون ياوندي وتوني ياوندي. سيستضيف الملعب مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخب المغرب ومنتخب غانا ومنتخب جزر القمر ومنتخب الجابون، إلى جانب المباراة في الدور الثمن النهائي. ملعب ليمبي ملعب متعدد الأغراض يقع بالمدينة التي يحمل اسمها ليمبي، والتي تقع غرب العاصمة الكاميرونية ياوندي وتبعد عنها ب 312 كيلومترا. يتسع الملعب ل 20,000 متفرج. تم وضع حجر أساس الملعب سنة 2009 وبدأ الشروع في بنائه سنة 2012، وتم افتتاحه يوم 26 يناير سنة 2016، وهو من الملاعب القليلة في العالم المبنية على تل، ويتمتع بإطلالة خلابة على البحر. ومن المقرر أن يستضيف الملعب مباريات المجموعة السادسة التي تضم كل من منتخب تونس ومنتخب مالي ومنتخب موريتانيا ومنتخب غامبيا، إلى جانب مباراة من دور الثمن النهائي. ملعب جابوما ستاديوم يقع ملعب جابوما ستاديوم في مدينة دوالا، ويتسع ل 50,000 متفرج، ويعتبر ثاني أكبر ملعب في الكاميرون بعد ملعب بول بيا. وضع حجر الأساس لبناء الملعب يوم 11 من فبراير سنة 2017، واستغرقت عملية بنائه ما يقارب 20 شهر، حيث تم افتتاحه يوم 30 نوفمبر 2019، وبلغت تكلفة بنائه أكثر من 150 مليون دولار. يحتوي الملعب على 19 باب دخول و48 مخرج لتسهيل عملية الإخلاء في حال الطوارئ.
كما يضم ملاعب لكرة اليد والطائرة والسلة والتنس مع مسبح أولمبي من 8 ممرات ومراكز تجارية وقصر مؤتمرات وفندق فاخر من فئة 4 نجوم مع موقف سيارات تصل طاقته الاستيعابية إلى 6000 مركبة بجانب تزويده بمولدان احتياطيان لتوفير الطاقة في حال انقطاع التيار الكهربائي. سيستضيف الملعب مباريات المجموعة الخامسة التي تضم كل من منتخب الجزائر ومنتخب السيراليون ومنتخب غينيا الاستوائية ومنتخب ساحل العاج، إضافة إلى استضافته مباراة من دور الثمن النهائي ومباراتين من ربع النهائي وإحدى مباراتي دور النصف النهائي. ملعب رومدي أداجيا، ملعب متعدد الأفراد يقع في مدينة كاروا وهي ثالث أكبر مدينة في الكاميرون من ناحية تعداد السكان. يتسع الملعب ب 30,000 متفرج. تم بناء الملعب سنة 1978 وأعيد تطويره سنة 2018 وهو الملعب الرئيسي لفريق كوتون سبور الكاميرون. سيحتضن الملعب مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كل من منتخب نيجيريا ومنتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو إضافة إلى مبارتين من دور ثمن النهائي وربع النهائي. ملعب كويكونغ هو ملعب متعدد الأغراض يقع في كويكونغ إحدى ضواحي مدينة بافوسام في المنطقة الغربية للكاميرون وهي ثالث أهم مدينة اقتصادية في البلاد. يتسع الملعب ل 20,000 متفرج. تم وضع حجر أساسي سنة 2015 من أجل استضافة مباريات كأس أفريقيا قبل أن يتم نقل البطولة إلى مصر. يستخدم الملعب كذلك في منافسات ألعاب القوى وسيستضيف الملعب مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من منتخب السنغال ومنتخب زيمبابوي ومنتخب غينيا ومنتخب مالاوي إضافة إلى مباراة في دور الثمن النهائي. لا تنسى إخبارنا في التعليقات بالملعب الأجمل والذي أعجبك والمنتخب الذي تتوقع أن يفوز بالبطولة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.